أما هلأ زينا بننتقل لأولى فقراتنا لليوم. كلياتنا بنعرف قديش البلدان إلى حضارات، لكن سوريا لها حضارة خاصة وتعود إلى آلاف السنين. بكل وطن بيقول، أو فينا نقول لكل إنسان وطنه، وطنه الأم وسوريا. عبارة يمكن نوعا ما فيها توفي الحضارة السورية حقها، لكن بتلخص جزئيا أهمية الحضارة في سوريا وأهمية يمكن التاريخ العريق، وهذا يمكن اللي تم استهدافه اليوم بالحرب خلال ال10 سنوات، الحرب الإرهابية، ضرب الحضارة والثقافة السورية. بمناسبة اليوم العالمي للسياحة رح نحكي أكثر عن أهم المعالم السياحية والحضارة السورية مع الباحث والدليل السياحي عبد الرزاق الحمصي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذ عبد. يعني عم نحكي دائما عن موضوع السياحه، وخاصه هي مو بس مصدر لتصدير الثقافه والتاريخ والحضاره، هي مصدر ايضا لزياره للتعرف من خارج سوريا. يعني السياحه عندنا محليه وسياحه خارجيه على هي اللي يمكن نقول المعالم الثقافيه الموجوده فيها. السياحه خلينا نعرفها محليا وخارجيا، والسياحه الثقافيه شو هي؟ أول شيء كل عام وانتم بخير، يوم السياحة العالمي، ولزملائي الأدلاء كل عام وانتم بخير، ولكل العاملين بقطاع السياحة كل عام وانتم بخير، وانتم بالإعلام شركاء للسياحة كمان كل عام وانتم بخير. وانت بخير عليك، وإن شاء الله الأيام الجاية بتكون أفضل والخير جاي لهالبلد وللسياحة بالبلد. طبعا نحن المخزون التراثي والحضاري مثل ما نوهتي غني جدا، صحيح، يعني لا يقدر. ممكن لانه سوريين نحن ما يعني لا مو لانه متحيزين، بس فعلا انا معروفه علماء الاثار واللي خبراء السياحه بالعالم، صحيح، انه بين 25 ل 300 ل 30% من اثار العالم موجوده بسوريا. نحن بلد صغير بس كبير بالمخزون الحضاري، 10,000 موقع اثري و10,000 سنه حضاره و10 مواقع في طريق الحرير الاستراتيجي. هي امكانيات ضخمه. هلا سوريا هي مناسبه لكل انواع السياحه، سياحه الرياضه، في عائلات رياضيه بيحضروا، في سياحه المؤتمرات كثير نجحت بسوريا قبل الاحداث، لانه سوريا موقع متوسط وصار في عندنا فنادق 5 نجوم مناسبه لسياحه المؤتمرات، سياحه المغامره بالصحراء السوريه، في سياحه العلاجيه والطبيه كمان كانت مناسبه لسوريا، السياحة الدينية لأنه نحن انطلقت من عنا الأديان، رسالة المحبة طلعت من سوريا، رسالة السلام، رسالة الإسلام كمان طلعت من سوريا، مخزون حضاري ضخم أهل سوريا. بس نحن السياحة الثقافية حصلا بسبب مخزوننا التراثي والحضاري ومواقعنا كثيرة، هي السياحة الثقافية هي اللي لها مقومات هائلة بسوريا واللي نجحنا فيها كثير، وكانت مقصد سوريا مقصد سياحي للسياحة الثقافية. والسياحة الثقافية هي سياحة نظيفة، يعني أحيانا في السياحة الترفيهية، أنا مع سياحة الأسرة العربية سياحة ترفيه، صحيح، بس أحيانا السياحة الترفيهية عم تنحرف لشيء تاني خطر على المجتمع، ونحن مو ناقصنا خطر كبير. يعني في دول اعتمدت على السياحة الترفيهية اللي من النوع الغلط والقذر، انتشرت الامراض فيها وانتشرت المخدرات والجريمه، لذلك نحن بغنى عن السياحه الترفيهيه يلي من النوع الثاني. نرجع للسياحه الثقافيه، ما هي السياحه الثقافيه؟ اللي هي بتكون سياحه عالميه او سياحه محليه ثقافيه. السياحه الثقافيه هي زياره المواقع الاثريه، زياره المتاحف، زياره حضور حفلات موسيقى، حتى المطبخ السوري الغني جدا هو جزء من السياحه الثقافيه. فإذا السياحة الثقافية نحن بسوريا رقم واحد، وكانت قبل الأحداث كثير مفعلة، وممكن هلا قبل ما تيجي جائحة الكورونا 2019 إجا سياحة ثقافية بعدد لا بأس فيه. وأنا في لي أصدقاء بالعالم كله بيقول لك بدي أنهي عمري زور سوريا، زور تدمر، زور إبلة، زور هالمواقع الغنية جدا بسوريا. في عنا موروث كتير ضخم من الحضارة الثقافية والسياحية لا يعد ولا يحصى. هلا اذا بدكم نعدد بعض المواقع اللي كتير، يعني مو نعددها او ننوه لبعض المواقع.
أنا بحب بلش بحضارة سوريا القديمة يلي هي الغنية جدا، هو اللي كانت الحضارة متطورة جدا، هو الألف الثاني والثالث قبل الميلاد. بنحكي عن إبلا وماري وأوغاريت وعمري. إبلا كثير بحكي عنها وبدري نحكي عنها لأنه ما بشبع من الحديث عن إبلا. إبلا الألف الثالث قبل الميلاد يعني عمره 5000 سنة. أول حصن بالعالم، مدينة محصنة بسور، سماكته 20 متر ارتفاعه 30 متر إعجاز. إبلا أول برلمان، كان في برلمان بإبلا. أول مدرسة 5000 سنة. أول مدرسة بالعالم كانت بإبلا. أول مدرسة لغات أجنبية بإبلا. يعني هذا إعجاز. وفي مدن ثانية مثل ماري. ماري كمان مدينة ضخمة جدا، القصر كان ضخم فيها. وماري كانت تصدر وتستورد، وهي كانت علاقة قوية مع إبلا كمان بالألف الثالث قبل الميلاد، يعني 5000 سنة. بماري كان في بيوت نفس البيوت اللي بتشوف فيها بدمشق القديمة أو حلب القديمة وبعض المدن السورية، فسحة سماوية محاطة بغرة، نفس التصميم. هذا البيت السوري موروث قديم مو من هلا يعني. كمان بنحكي عن أوغاريت. أوغاريت نحدث كثير عنها، يلي هي طلعت منها أول أبجدية بالعالم وأول نوتة موسيقية. الفينيقيون قدموا الحضارة حضارة ضخمة جدا جدا. حوض المتوسط بالكامل كان فينيقي بالألف الثاني قبل الميلاد بالكامل، كل المدن حتى المتوسط كان فينيقية. قرطاج حتى بريطانيا هو اسم فينيقي. جنوب إيطاليا كل مدن قرطاج بتونس كل هدول مدن فينيقية. حتى الفينيقيون وصلوا لجنوب أمريكا، اكتشفوا العلماء رقيمات من طين فينيقية بجنوب أمريكا. فإذا في كتاب اسمه سوري كولومبوس لعالمية ألمانية، نحن وصلنا قبل كولومبوس بكتير لجنوب أمريكا. المدن الفينيقية السورية هي طرطوس وفي عمريت. عمريت للأسف ما مسلطين الضوء عليها. عمريت أقدم ملعب بالعالم، عمره 3600 سنة، بيسع 11000 متفرج. هلا بيكونوا الناس بيروحوا على طرطوس ما بيعرفوا انه بالسيارة 3 دقائق بيصيروا بأقدم ملعب بالعالم بعمريت. كان في ألعاب رياضية، 11000 متفرج. عدد سكان عمريت بذاك الوقت كان 3000 وعندهم ملعب ل 11000. هي لعمريت هي أول ألعاب رياضية منظمة. الشعلة الأولمبية بتدور العالم ما بتمر على عمريت، لازم تنطلق من عمريت. هي هذا تقصير منا نحن يعني، ما نلوم حدا انه ما عم ننوه على عمريت. يعني كمان حتى اللي بيكون بطرطوس في متحف رائع بطرطوس، صحيح بتشوفوا الاثار الفينيقيه وبقلب طرطوس. يعني دائما هلا نحن السياحه الداخليه بقول انه يروحوا على المتحف ويزوروا عمريت وياخذوا اطفالهم لهنيك. هي بعض المواقع اللي بنقول عنها حضاره سوريا القديم. بعدين سوريا تقريبا من الألف الأول قبل الميلاد كانت ملتقى الحضارات، يعني أسواق دولية للعالم. وكان السوري يحكي عدة لغات ليتواصل مع حضارة العالم. يعني أغلب المدن السورية كانت على تواصل حضاري وتجاري مع العالم، مثل تدمر. تدمر هلا في عم يحكوا بالطريق الحرير الاستراتيجي اللي متبنيته الصين. نحن في كتير مدن بسوريا هي كانت محطات مهمة جدا بطريق الحرير، وأهمها تدمر. تدمر سورية، حتى بالعهد الروماني كانت سورية. بتروحوا على المتحف بتشوفوا آثار تدمر سورية، حتى الكتابات اللي موجودة بتدمر، كتابات موجودة بتدمر هي كتابات آرامية. نعم، يعني كمان نور عم نشوف حضرتك جايب معك بعض الصور التذكارية تخبرنا عنها. هلا أنا اشتغلت دليل سياحي من سنة 1993 وكانت مهنة كتير رائعة بالنسبة إلي وأضافت لي كتير. أنا اخترت هالمهنة لسبب رئيسي، لأتواصل مع حضارات العالم. يعني قبل ما اشتغل دليل كنت كل ما أشوف أجانب حاول أتواصل معهم لأكتشف هالثقافة اللي عندهم، هالتواصل الثقافي لأكتشف ثقافاتهم. هي خلقت لي متعة.
انا ما طلبت اني اشتغل دليل، يعني وقت وزير السياحه بذاك الوقت هو طلب مني اني اشتغل دليل. انا كنت عم ادرس هندسه وكان في خيار قدام مني انه تابع الهندسه مع اني كنت بسنين الاخيره، ولا انتقل اشتغل بالهندسه ولا اشتغل بال، بس هذا شغف يعني فينا نقول شغف يعني. شغف طبعا صحيح. لاني انا مهتم بالاثار والتراث، ما كنت بصف الرابع الابتدائي بجمع كتب وعندي كتب كثير وعندي مجموعه ضخمه من الكتب. بقى اخترت القرار اللي بيناسبني وبيناسب الشغف ورغبتي. نحن كثير نحن انا كنا درست الهندسه لارضي اهلي. واشتغلت دليل سياحي من هذاك الوقت وكانت متعة كتير، ورافقت كتير مجموعات رائعة. ونحن اشتغلنا بالسياحة الثقافية، يعني هي اشتغل السياحة المهمة جدا. هي أول مجموعة طلعت فيها 1993، هي اللي خلتني اتخذ قرار. هي مجموعة أساتذة جامعة من ثلاث جنسيات، من جامعة بنزرت بتونس، بريطانيين وفرنسيين وتوانسة. كان عندي خيار انه اقدم دورة مرسوم وكمل الهندسة ولا كمل اطلع مع هاي المجموعة. طلعت مع هاي المجموعة واستمرت لتاريخ اليوم. تمام. طلعت مع كثير مجموعات مهمة. هي تلك الثقافة، السياحة الثقافية هي بتستقطب نخبة الناس من مجتمعات العالم كلها، ما هن الناس عاديين. وفي منهم أصحاب قرار ببلادهم. أنا من الناس اللي طلعت معهم شخصيات مهمة وبفتخر فيها. هي بس قديش جميل يعني على سنوات أنت عم تعرف، يعني في كثير من البلدان يعني قبل الحرب عم نقول على سوريا، من جميع البلاد العربية وعلى مستوى العالم تكون عم تعرف عن حضارة بلدك، فهذا الشغف جدا جميل، عم تعرف على كل تفاصيل. يعني سنوات كثير فينا نقول يمكن ما في معلم حضاري أو معلم سياحي إلا ما زرته. خلينا نحكي عن هذه، لما هي اللحظات لما نحكي عن أهم المعالم الأثرية ولما تكون عم تعرفها للناس، لأنه الناس بتسمع عن هاي الحضارات بس لما تغوص بتفاصيلها بتحس حالك بعالم آخر أساساً، بتحس حالك عايش بهي المرحلة أو هيدا العصر. أنا حتى بالحرب ما خرجت عن السياحة. أنا خلال الحرب رافقت مراسلين حربيين أجانب. وهذا فرق كبير، أني أنا عم غطي التراجيديا تبع سوريا، كنت عم فرجيهم الجمال تبع سوريا والحضاره تبع سوريا. بس رغم هالشيء المهمه الاعلاميه كانت مده احيانا اسبوع، كنت اختار يوم اعمل لهم يا سياحه لمراسلين حربيين، وهذا اليوم كان يغير انطباعهم نفسيتهم ويلطف مواقفهم تجاه سوريا، لانه عم اعرفهم على حضاره سوريا. غير مواقفهم او لطف مواقفهم. واحد الاعلاميين الكثير المراسلين الحربيين الكثير مشهور عالميا لغى المهنة المراسل الحربي، اللي ما بدي شارك باللعبة القذرة ضد حضارة سوريا. حلو. يعني هذا بيوم الأيام حنعرف عليه أو هو يعرف عن نفسه، هو طلب إنه ما نحكي، بس هو مشهور جدا، اللي ما بدي شارك بهاللعبة القذرة ضد سوريا. والسبب لأنه كنت هاليوم هذا من الأسبوع أحيانا قبل ما يبلشوا المهمة الإعلامية أخذهم على المتاحف، عرفهم على حضارة سوريا، عرفهم على الناس بسوريا. كمان من عملي كدليل سياحي رافقت كمان شخصيات مثل جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا هو بعد ما خلص منصبه كرئيس، هو صديق لسوريا، زار سوريا عدة مرات، وآخر مرة بال 2010 كانت رحلة حج بالشارع المستقيم. وكتير كانت انطباعه كتير جيد، وهو كان وما زال هو متوازن وقت كان رئيس وحتى بعد ما خرج، يعني عكس بقية الرؤساء اللي الولايات المتحدة الأمريكية. هاي بنهاية الجولة بباب كيسان، هو رئيس دولة حطني على يمينه، هو طلب اني وقف على يمينه، يعني هو ما بصير انا بالبروتوكول وقف على يمين رئيس، هو طلب مني. وفي سياح انجلينا جولي وبراد بيت. هي طبعا انا بالنسبه لي جيمي كارتر كان جوله صعبه واهم وناجحه. بس انجلينا جولي هيك نجوم وقت يجوا لسوريا بيعملوا ترويج رائع.
حتى نحن ان شاء الله بعد ما تخلص الحرب وتخلص هالكورونا يا رب نحن وسائل ترويج انه نجيب نجوم عالميين هذول كثير بيعطوا ترويج صحيح. وانا هذول عم تمشي باماكن اثريه وتراثيه بدمشق القديمه وهي زياره تبعها عملت تسويق وترويج للسياحه بسوريا هائل وقتها جداً. صحيح وقتها ولا ان شاء الله بخطط الوزاره السياحه ان شاء الله بيلتفوا انه نجيب نجوم الرياضه او نجوم فن او نجوم من كل انحاء العالم يعني ممكن في لسه لنا اصدقاء ممكن يجوا يحضروا ويعملوا تسويق شو بتكون ردة فعل النجوم والسياسيين لما يجوا على سوريا وخاصة انه فيها حضارات متنوعة يعني ما أنا موجودة ببلادهم هلا عم نحكي على الامريكي اولا الامريكي ما عنده حضارة صحيح يعني وقت عمل له شو موقع 5000 سنة وفي اقدم كمان يعني هذا كلمة الواو تبعه واو صحيح يعني قلت لك السياحة الثقافية هي هدول زي بنخبة طبعا هن مثل ما قلت لك أنا عم كثير غيروا مواقفهم من خلال زيارة المواقع بس هو كمان الدليل لازم يتسلح بمعلومات ضخمة صحيح يعني بالسياسة وبالاقتصاد وعن المرأة وعن التاريخ وبالإضافة لإتقان لغات أجنبية متعددة واحد على المقل لغة واحدة الانطباع كثير كان جيد انا ما اطلع حدا من سوريا بدون انطباع جيد كيف كانت ردات فعلهم غير يعني لما يكون في عندك شخصيات او ناس بارزه في المجتمع ان كان سياسي ولا ثقافي ولا مشاهير او حتى جروبات سياحيه مختلفه ردت فعله لانه دائما نظره الغرب عن الشرق يعني مختلفه لما يجوا يلاقوا هي الحضاره كيف تتغير كيف تكون رده فعلهم هن طبعا كانوا معبئين ضدنا كثير معبئين بشكل الاعلام العالمي معروف انه شو انتمائه حتى قبل الاحداث كانوا كثير معبئين يعني حتى كانوا يقولوا لي انه اللي بيتخذ قرار يجي لسوريا اهله واصدقائه بيقولوا له ار يو كريزي انت مجنون لتروح على هالمنطقه حتى قبل الحرب بس يلي بيعرف بحضاره سوريا وهن متشوقين بيجوا وبيشوفوا الواقع انا بقول لهم احنا ما قتلنا ولا امريكي ما قتلنا ولا كندي ما قتلنا ولا اوروبي انتوا هدول جماعتكم اللي عم يقتلوا انتوا دربتوهم وصنعتوهم يعني نحن شعب مسالم مندافع عن نفسه اقوياء بالدفاع عن نفسنا بس نحن شعب مسالم جدا يعني ما قتلنا حدا لحتى تجوا تعتدوا علينا وحكوماتكم هلا بتفرق كثير بين حكوماتهم وسياستهم صحيح. وبين الناس اللي جايين خاصة قلت لك ان نحن السياحة الثقافية بنستقطب نخبة المجتمعات مثقفين اغلبهم بيعرف الحقيقة هلا اثناء الحرب في حادثة كثير مهمة جدا الاعتداء الكيماوي على على اساس مزعوم على دوما كان معي نشطاء بيناتهم صحفي ما له جاي كصفته صحفي بس قلت له انا بعطيك شيء حصري هلا مساويه يوم تحرير دوما اصطحبته لهنيك وبكاميرا متواضعه بيشتغل بتلفزيون امريكي اتصل معهم قال لهم في شيء حصري عن حقيقه الاعتداء من المزعوم الكيماوي واجتمعت جبت له هو اعداد بالميدان صار ما كنا مهيئين وسياره بسيطه طالعين وكان معنا شيء 25 فريق تلفزيوني ما حدا قدم الحقيقه جبت له فوتته على المستشفى يلي صار فيها الاعتداء المزعوم وجبت له شهود ما في اي حادث وفاه بهذاك اليوم وكذبنا هالاعتداء الكيماوي بطريقه وقت انعرض التقرير هنا 6 تقارير سوينا وقت انعرض اول تقرير وعلى الهواء لايف 52 مليون مشاهده بيوم واحد على الكيبل حلو هلا الغرب كشعوب عم يدور على الحقيقه وبيعرف انه صار حكوماته كذابه هذا الصحفي بيرسون شارب والتلفزيون هو تلفزيون امريكي يعني لاول مره تلفزيون امريكي هذا كان بصفه ناشط او سائح وبيعرف اللي كان في مراسلين من عنكم بدوما بهذاك اليوم يوم التحرير وشافوا شو صار انا احترقوا ايدي كان محروق وحرارتي مرتفعه رغم هالشيء تقرير ناجح جدا ولحد الان موجود على وسائل التواصل الاجتماعي اذا بتشوفوه نعم هذا كذب رغم انه كان سائح ما كان جاي بصفه ورغم شيء واخذ شيء حصري وهذا البيرسون شارب هو اسمه تضاعف معاشه 12 مره يعني انشهر من خلال
الحقيقه اللي قدمها. هن صار في بحث عن الحقيقه بالغرب، لذلك هون دور الدليل السياحي دور كثير كبير. وانا بقول انه اختيار الدليل لازم يكون بدقه متناهيه. شلون مختار السفير؟ الدليل اهم بكثير، لانه عم يعرف عن تفاصيل وحضاره كل بكتير. المعلومات لازم يعني مو الدليل هو شغله اللي ما له شغله. هلا لا شك الجيل الجديد عنده امكانيات كثير قويه، لا شك الظروف صعبه، الظروف تتغير ان شاء الله. نعم. بس انا بقول رساله لطلابي وللجيل الجديد من الادلاء انه يتسلحوا بالعلم والمعرفه ويطولوا بالهم. اكيد. ايه. هلا في كثير في مثل ما سووا اجانب. ونحن حابين استاذ عبد نشوف كثير قصص، بس نحن وقتنا انتهى. انتهى. كنت بدي نوه لك كل عام وانت بالف خير، وان شاء الله دائما السياحه بتكون هي بسوريا محليا وخارجيا مزدهره، وان شاء الله بترجع اقوى من قبل، وان شاء الله بيرجعوا كل الادلاء السلاحيين يعرفوا عن حضاره وتاريخ سوريا. كل عام وانت بخير وتضلك بخير وصحه. والخير جاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. نتشكرك اكيد. ايمانكم بالله كبير وايماننا بقائدنا كبير. اكيد ايماننا جيشنا الجيش القديسين كبير. صحيح. وايماننا بالشرفاء اللي صفيانين كثير بالبلد كبير كمان. أكيد. ان شاء الله. اكيد نتشكرك الباحث والدليل السياحي عبد الرزاق الحمصي، وان شاء الله يا رب هيك نستضيفك قريبا ونشوف عوده السياحه لبلدنا الحبيب سوريا من مختلف بلاد العالم. شكرا كثير لك. شكرا لكم.